ألمانيا أين يتواجد لومور ليدوفيك من فرنسا، لودوفيك لومور بجانبه الكندي ماركو أروب، أيضا موجود الكيني وانيوني إيمانويل، أيضا جمال سجاتي من الجزائر، رودن دانييل من بريطانيا العظمى، وأيضا موجود وايكلايف كينيامال من كينيا، جوزيف دانغ من أستراليا، برايس هوبل من الولايات المتحدة، سليمان مولا من الجزائر، وكليتون ميرفي من الولايات المتحدة. إذن موجود مشاركة عربية بجزائريين سليمان مولا وجمال سجاتي. نعم، شوف يعني صراحة السجادي هذا الجزائري له موسم حافل هذا العام، على اعتبار أنه يعني شارك في الدوحة عندنا هنا في 800 متر وخد دقيقة 46 ثانية وخد المركز الثالث. نعم. في ملتقى باريس خد المركز الأول 43 و40. نعم. وستوكهولم أيضا المركز دقيقة 44 و59، وشارك أيضا في البطولة العربية في التتابع الأربعة في 400 متر. ولذلك سجادي هذا الموسم صراحة يعني، وهناك له ملتقى دول على في 31/5 اخذ المركز الاول نشيط جدا، دقيقة 44/27 على اعتبار ان ملا السليماني هو دقيقة 43/38، واللي يروح ان شاء الله انا اتوقع ان شاء الله هذا السباق يكون يعني جزائري او جزائري باذن الله تعالى، على اعتبار ان سجادي له موسم حافل هذا اليوم هذه السنة. ولذلك يعني رقم الملتقى مسجل باسم اموس نايجلون من بوتسوانيا بدقيقة 41/89 وسجله من 2019، ولكن ان شاء الله التفوق للسجادي الجزائري. سنتابع وسنشجع السجاتي جمال من الجزائر وانطلاقة سباق 800 متر. انطلاقة السباق، وطبعا 800 متر تحمل وتكتيك، ايضا سباق سيكون تكتيكي بامتياز، ايضا هناك يعني الارانب الالكترونيه كابتن كالعاده. نعم، مطلوب يعني منهم في 200 متر 24، 400 متر مطلوب من 49 تحت 50 ثانيه. نعم. ولا ننسى انه موجود في هذا السباق الكيني ايمانويل، يعني ويانا صاحب احسن زمن سجله هذا العام. نعم. بدقيقه 43/27، وايضا الكورير ايضا موجود دقيقه 47/5 رغم، وايضا لا ننسى الكندي ايضا ماركو، وايضا لا رغم كويس على مستوى الشخصي دقيقه 43/26، ولذلك راح نشوف سباق قوي ومنافسه قويه فيه، ولكن ان شاء الله اتمنى سجاده جزائريه عند ال 300 متر يعني سجلوا اول لفه 49.6. نعم. يعني معناته ايش؟ سباق سريع، سباق سريع. نعم، يقوده الفرنسي لودوفيك لومور، موجود ماركو أروب الكندي في المركز الثاني، سليمان مولا من الجزائر في المركز الثالث، هابويل برايس وميرفي كليتون من الولايات المتحدة في المركز الرابع والخامس، الكيني كينيامال مازال يتابع الآن الترتيب، مازال الفرنسي يقود، لكن الآن يصعد ماركو أروب الكندي المتوقع في هذا السباق، ويصعد أيضا الكيني كينيامال في المركز الثاني، سليمان مولا مازال موجود في المركز الثالث يتابع من بعيد، لكن مازال السباق متواصل على مستوى 600 متر. سندخل المنعرج الأخير، أروب كينيامال مولا هابل، هذه هي المقدمة، أروب ماركو يحاول ويسارع لكن يتجاوز الكيني، هل سيتجاوز الكيني؟ يتجاوز، وأروب موجود في المركز الثاني، كينيا في المركز الأول، والجزائر في المركز الثاني عن طريق سليمان مولا، وأروب ماركو الكندي في المركز الثالث كابتن. نعم، يعني كان سباق قوي صراحة، كان سباق يعني اللفة الأولى تحت 50 ثانية مش بسيط 49.6، وأصبح أيضا يعني قلنا سجادي راح يعني ربما يكون يتفوق الآن.